بعد إعلانها فسخ خطوبتها. صار الصايغ بأول ظهور عبرت الجميع وتصدرت الترند والجمهور الأمر طلع. وقبل الخبر اللي لسه مشتركش في قناة أخبار الفنانين مع نادين يشترك عشان يعرف كل جديد ويحط اللايك والكومنت. بعد أن أعلنت الفنانة صار الصايغ بفسخ خطوبتها على دكتور الأسنان صلاح العباسي، وذلك من خلال صورة نشرتها على حسابها في الانستجرام وعلقت عليها بالقول اللهم ارزقه خيرا مني وارزقني خيرا منه، تمت فسخ خطوبتي، رأيت منك خيرا وقبلتك بالخير، فعسى الله أن يبدلنا خيرا. لتعود اليوم صار الصايغ بأول ظهور على حسابها في الانستجرام، وذلك بنشر صور جديدة لها وظهرت من خلالها بإطلالة رقيقة وهادئة، حيث ارتدت قميص جينز، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على الميك اب الهادي الذي أبرز جمالها بشكل جذاب ورقيق. ليتفاعل الجمهور مع الصور بعد نشرها حيث علق لها أحدهم الأمر طلع علينا،